نعم وائل، يعني عاد الهدوء نوعا ما الى المنطقه الجنوبيه لعسقلان، خفت حده اطلاق الصواريخ الى هذه المناطق، ولكن حاليا تتركز في غلاف غزه. قبل يعني عند الساعه 3 بالتوقيت المحلي، اي قبل 3 ساعات ونصف من الان، رصدنا تكثيف من قبل الفصائل الفلسطينيه لاطلاق القذائف الصاروخيه على عسقلان، على اسدود، على بئر السبع، وايضا وصلت هذه على المناطق المحاذيه لقطاع غزه. فعليا رصدنا سقوطا لاكثر من نقطه من هذه الصواريخ. فمثلا الصورة التي تراها خلفي لاشتعال النيران، هنا سقطت إحدى الصواريخ في منطقة جنوب عسقلان، إضافة إلى صواريخ سقطت في عسقلان وأيضا في أسدود أي وفي بئر السبع أيضا. أي نتحدث عن أن الضربات في الفترة الأخيرة وخلال هذا اليوم وخلال اليومين إن صح التقدير منذ الأمس وحتى اليوم، نرصد بأن الفصائل الفلسطينية تقوم بإطلاق صواريخ بكثافة بدفعات ورشقات كبيرة باتجاه مناطق الجنوب ومحيط قطاع غزة. تسقط هذه فعليا في داخل أهدافها وتفشل القبة الحديدية في التصدي لعدد